مشاهدينا نبدأ هذا النقاش مباشرة مع الدكتور نصير العمري الكاتب والخبير في الشؤون الأمريكية. دكتور، ما الذي يحمله هذا الهجوم الجديد من قبل جيمس كومي على ترامب، وما الذي يعنيه بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي؟ في الحقيقة هجوم السيد ترامب على السيد كومي، يعني هو يعتبر اليوم عبارة عن انحدار في الديمقراطية الأمريكية من وجهة نظر الكثيرين. يعني السيد كومي يقول بأنه تهديد مواطن بالسجن، يعني هو الآن بعد استقالته يعتبر مواطن عادي، فهو يقول بأنه تهديده بالسجن في هذه المرحلة هو يعتبر يعني اعتداء على الديمقراطية. فأظن بأنه الأمور تتجه قانونيا الآن يعني إلى تصادم بين السيد ترامب والمجالس التشريعية، وأيضا يعني تنتقل الأمور الآن إلى تصادم أيضا مع القضاء الأمريكي، فالأمور تبدو سيئة بالنسبة للسيد ترامب. نعم، هناك الآن في هذه الفترة بالتحديد تحدثنا عن المذكرات الخاصة بجيمس كومي المتوقع أن تصدر مساء اليوم، واستباق ذلك بلقاءات تلفزيونية أو حتى بعد ذلك أو في أثناء هذا الوقت لجيمس كومي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما الذي يعنيه ذلك من وجهة نظرك بالنسبة لإدارة ترامب؟ والله الآن خيارات السيد ترامب يعني تعتبر محدودة جدا، لأنه يعني إذا لم يقوم بطرد السيد روزنتين والسيد يعني إذا لم يقوم بطرده الآن من وزارة العدل فسيكون متأخر جدا أن يقوم بذلك بعد أن تظهر نتائج هذه التحقيقات مع محاميه الخاص، حيث يقال بأنه تم العثور على أدلة يعني جرمية بحق السيد كومي وهو المحامي الشخصي للسيد ترامب. فالأمور يعني تبدو بالفعل سيئة للسيد ترامب. هجوم السيد كومي من خلال كتابه ومقابلاته يعتبر يعني تصعيد سياسي خطير، ربما فعلا يعني يقود إلى سقوط السيد ترامب من منصب الرئاسة.